جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة جدتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحمل تحلب معه الأبقار شكرا 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 أحبائي عمو يزيد راه فرحان بزاف اللي راكم هنا معه وانتم راكم فرحانين اذا احبائي وانتم اللي راكم تشوفوا فينا كذلك وحبيتوا تحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور لازم شوية تاع الصبر وراح نكلمكم حتما لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل 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 كما راكم أحبائي راكم تشوفوا باللي رانا في جو جميل عجبتكم المزرعة هذه إذا حصة مع عمو يزيد في الصعيفة هذه راح تأخذكم في هذا الجو هذا أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا في هذا المزرعة الجميلة باش نتعرفوا على عدة أشياء الزراعة الحيوانات النباتات يا أخي أحبائي تحبوا الطبيعة إذا لازم يجب الحفاظ على الطبيعة ويجب الرفق بالحيوانات أحبائي يا أخي واش رايكم قبل ما بدأوا الحصة احنا دائما نستقبلوا بريد اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهن عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات استقبلوا معايا البريد يلا تفضل تفضل وليدي شمس الدين مرحبا مرحبا شمس الدين وليدي مرحبا واسمك وليدي شمس الدين ساعي البريد اصغر ساعي بريد اللي جبنا بريد اصدقائنا الاطفال جبتنا البراوات اذا شمس الدين ضعهم في علبه البريد باش عمو يزيد يقراهم من بعد يا احبائي وانتم اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم في البرنامج ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com مع السلامه مع السلامه شكرا بالضغط على زرار اراء وملاحظات أحبائي في هذه الفترة هذه في شهر أوت في بداية شهر أوت أول أوت في هذه الفترة كاين الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية على بالكم أحبائي باللي الرضاعة الطبيعية مهمة جدا في نمو الطفل يا أخي لأنه الأم التي ترضع طفلها سنة أو سنتين هي من المفروض الأقصى حد ممكن رايح تكون عنده صحة جيدة إذن في العالم داروا الأسبوع العالمي في أول أوت للرضاعة الطبيعية باش للتحسيس تحسيس الأمهات على إرضاع أولادهم أطفالهم أحبائي باش يكون عندهم صحة جيدة يا أخي تحبوا الألغاز والهدايا كذلك إذا اللغز اليوم يقول لغز سهل على منظر ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه إذا أنتم كذلك أحبائي لكم تشوفنا ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه تقدروا تجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم شاطرين مع أصدقائنا اللي يشوفوا فينا وإحنا نروح نكتشفوا حيوان اليوم مع دنيا العلالي اليوم راح نكتشفوا الدجاجة أحبائي إذا تفضلي بنتي دنيا تفضلي تفضلي خذني معاك خذني معاك لمزرعتي إذا أحبائي صفقوا معايا على دنيا العلالي تفضلي بنتي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا أطفال مرحبا الدجاجة
الدجاجة. يعتبر الدجاج من أكثر الحيوانات الأليفة انتشاراً، ويعد من أشهر الطيور التي يقوم الإنسان بتربيتها. تعتبر مصدر رئيسي للحصول على اللحوم والبيض، اللذان يعتبران ضروريان لمد الجسم بالطاقة اللازمة. تمتاز الدجاجة بقصر جناحها، وهذا الأمر يمنعها من القدرة على الطيران. تتكاثف عن طريق البيض، وتقوم بتحضير عش لتضع فيه بيضها. تحتاج تربية الدواجن إلى عناية فائقة، كتوفير الماء والغذاء الكافي لضمان حياة الدواجن. غذاؤها الأساسي هو الحبوب. تتكون عائلة دجاج من الدجاجة، وذكرها يسمى بالديك، والصغير بالصوص. يسمى صوت الدجاج بنقنقة. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. إذن الدجاج هو أكثر الحيوانات انتشارا أحبائي. بما أننا في هذا فصل الصيف الجميل، وتخرجوا مع الأهل، وين نروحوا؟ وين تحبوا تروحوا كأطفال كي تخرجوا مع الأهل تاعكم؟ وين تحبوا يدوكم؟ ها؟ قولوا لي وين تحب؟ أروح وليدي قول لي. واسمك وليدي؟ إسلام. إسلام، وين تحب تروح إسلام؟ إلى البحر. البحر؟ مليح. وين تحبوا تروحوا تاني مع الأهل تاعكم؟ كي تقولوا بابا وماما دونا تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ دانيا. دانيا، وين تحبي تروحي؟ إلى الحدائق والمزارع. حديقة ماذا؟ حديقة؟ التسلية. التسلية، برافو 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 برافو. هذه كان يحوس عليها عمو يزيد، لأنه درت لكم أغنية جميلة هي حديقة التسلية. أغنية جميلة تغنوها كامل معايا، يلا يلا نغنوها مع بعض. حديقة التسلية. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. فيها أقران يلتقون عند الأرجوحة يلعبون، فيها أقران يلتقون عند الأرجوحة يلعبون، بين الأشجار يركضون عند النافورة يمرحون، بين الأشجار يركضون عند النافورة يمرحون. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. هيا نجرب يا رفاق سيارات السباق، هيا نجرب يا رفاق سيارات السباق، كلنا نحبها فيها متعة فيها جنون، كلنا نحبها فيها متعة فيها جنون. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. عند العجلة نلتقي لنرتفع ونرتقي، عند العجلة نلتقي لنرتفع ونرتقي، نرى منها كل الأطفال نرى فيها حديقتي، نرى منها كل الأطفال نرى فيها حديقتي. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. ما أكثر فيها الألعاب، ما أمتع فيها الأوقات، ما أكثر فيها الألعاب، ما أمتع فيها الأوقات، فيها تنافس بيننا، فيها رياضة وفنون، فيها تنافس بيننا، فيها رياضة وفنون. لا 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 لا. برافو 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 أحبائي، برافو. إذن حديقة التسلية الأطفال جاي يحبوها يا أخي. إذن جميل جميل أننا نلتقي في حديقة التسلية ونمرح بعد الجهد
بعد الدراسة بعد المثابرة. يا أحبائي يا أخي، تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا كامل دركا مع بعض نستضيفوا عمو مراد اللي جانا من مدينة البليدة بألعاب الخفة. تفضل عمو مراد، تفضل تفضل تفضل. إذن تحية 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 لعمو مراد بألعاب الخفة. يلا تفضل عمو مراد تفضل. برافو 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 عمو مراد، برافو 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 برافو. عجبتكم ألعاب الخفة أحبائي؟ إذا برافو لعمو مراد، برافو. دركا ماذا بيا نروحوا مع دعاء العلالي نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم؟ إذا استقبلوا معايا دعاء. بنتي تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. إذا أحبائي تصفيقة تصفيقة على دعاء، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال، هل تعلم أن الطعام الوحيد الذي لا يفسد مهما مرت عليه السنين هو العسل؟ برافو 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 بنتي. إذا أحبائي العسل هو طعام لا يفسد أبدا مهما مرت عليه السنين يا أخي أحبائي. إذا دعاء بنتي معلومة جميلة 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 جدا. تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة جميلة تكلم على الصدقة هما الصديقان الوفيان. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الصديقان الوفيان. تحبوا الوفاء أحبائي؟ الوفاء مهم في الصداقة أحبائي، والإنسان لازم يختار أصدقائه. الصديق لازم يكون حسن الخلق، لازم يكون يقرأ مليح، لازم يكون يطيع والديه. يا أخي كن صادق القول ما يكذبش يا أخي. أحبائي واحد النهار كان واحد الصديقان يحبوا بعضهم ويخدموا مع بعض. كانت عندهم مزرعة، وفي هذه المزرعة لما حرثوا وغرسوا وكامل حصدوا المنتوش تاعهم وداروه في أكياس، وهذوك الأكياس كيحطوهم هكذا هما يتقسموا كيف كيف يعني نص بالنص يعني بالتساوي. كي داروهم في أكياس داروا الكوم تاع الأكياس منا تاع ياسر والكوم تاع الأكياس تاع أحمد منا، وقالوا هاو حقك وانا هاو حقي بالتساوي. وراحوا وتفاهموا بلي غدوة من داك كل واحد يجيب إما حمار إما أي وسيلة ولا باش يرفد هذاك المحصول، كل واحد يدي المحصول تاعو.
كي جا ياسر باش يدي المحصول، جاب واحد الحمار هكذا قاعد يرفد في الاكياس. كي يرفد الاكياس قاعد يخمم، لانه ياسر متزوج وعنده اطفال، واحمد غير متزوج. شوفوا كيفاش فكر ياسر. قال ايه احمد صديقي ماهوش متزوج، حتما يكون محتاج اكثر مني هذا الغله هذه، لانه عنده مشروع باش يتزوج ويبني داره كامل، هو يحتاج اكثر مني. واش كان يدير؟ لما ياخذ كيس اللي يحطه فوق الحمار، بعد ياخذ كيس يحطه فوق المحصول تاع احمد ويروح. وبعد كي جاء احمد رفد ثاني كيس، ومن بعد قاعد يخمم. قال ايه ياسر صاحبي عنده اطفال وعنده عائله، حتما يحتاج اكثر مني. اذا كان يرفد كيس في كل مره ويحطه عند ياسر. ومن بعد ياسر كي يرجع من بعد يسب اللي هذاك المحصول نتاعو ما نقصش، كيما كيف كيف. لما يرجع احمد كذلك صاب المحصول تاعو ما نقصش، مهما رفدوا منه ما نقصش. ومن بعد قال له، بعد تلقى قال له احمد قول ياسر، قال له ياسر، قال له بصح انا المحصول تاعنا كاع ما نقصش، وشو صاير؟ ايه قال له صديقي، قال له انا فكرت بلي انت يا راك راح تتزوج وتبني دار وكامل، كنت في كل مره نقص لك كيس نعطيه لك. ايه بدا يضحك. قال له انا تاني، قال له انا فكرت بلي انت عندك عائله ومحتاج هذا المحصول اكثر مني، كنت في كل مره نزيد لك. قال له سبحان الله، باش تشوف الصداقه والوفاء كيفاش كان الرزق تاعهم ما ينقصش. عمو يزيد، عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هو أن فعل الخير لا ينقص من الرزق، بل إنه هذه هي البركة. برافو 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 أرنوبة، برافو. إذا فعل الخير لا ينقص من الرزق، بالعكس يزيد فيه البركة. أحبائي يا أخي يلا معي. إذا أحبائي، الخير لا ينقص من الرزق شيئا. الإنسان الخلوق، الانسان اللي يكون متخلق ومتربي، هو الانسان اللي يتصدق وما يقولش دوك الرزق نتاعي راح ينقص، لانه بالعكس ربي سبحانه وتعالى راح يزرع فيه البركه. يا اخي احبائي، واش رايكم دركا نروحوا مع خلود نكتشفوا مدينه جميله ساحليه جزائريه، مدينه عنابه؟ يلا بنتي تفضلي خلود، تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة عنابة كانت تسمى بهيبون في عهد الفينيقيين، وتلقب بجوهرة الشرق الجزائري، وهي إحدى أكبر مدن الجزائر، تقع شمال شرق الجزائر، يحدها من شمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولايتي قلمة وسوق أهراس، ومن الشرق ولاية الطارف، ومن الغرب ولاية كيكدا. تقدر مساحة عنابة ب 1439 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 609,499 نسمة، وتضم 6 دوائر و 12 بلدية. تعتبر مركز صناعي رائد، فهي تحتوي على أكبر مصنع للحديد والصلب في إفريقيا. معظم الناس يسمون هذه المدينة ببلد العنابي، وذلك بسبب وفرة هذه الفاكهة في المنطقة، وقد أخذت من ذلك اسمها. توجد بها عدة معالم أثرية نذكر منها: متحف هيبون، كنيسة القديس أوغسطينوس، مسجد أبي مروان، والمسرح الجهوي عز الدين مجوبي، وبالإضافة لموقعها السياحي الرائع وشواطئها الخلابة. برافو برافو خلود بنتي، برافو برافو برافو. إذا مدينة عنابة أحبائي مدينة ساحلية جميلة في الشرق الجزائري، تحتوي على أكبر مصنع للحديد والصلب ومركب الحجار. أحبائي يا أخي، وهي مدينة جميلة ساحلية جميلة، شواطئها خلابة خلابة يا أخي أحبائي. إذا تحياتنا لكل سكان ولاية عنابة، وإن شاء الله نزوركم في أقرب وقت إن شاء الله. شكون دركا الحقنا لفكرة اضحك معنا؟
شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله، تعال وليدي تعال اقعد. تفضل تفضل. واسمك وليدي؟ اسلام. اسلام، شحال في عمرك اسلام؟ 10 سنين. احكي لنا نكته تاعك وليدي. قال لك واحد الطفل كان مجروح في رجله، راح للطبيب. الطبيب مد له بوماده، قال له ديرها وين طحت. بعدك صابوه قاعد في الطروطوار يدير البوماده في الطروطوار. قالوا له علاش كدير البوماده في الطروطوار؟ قال لهم باسكو الطبيب قال لي ديرها وين طحت. يعني في المكان اللي طاح فيه. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعال وليدي تعال تعال. ضحك. راح دير البوماده وين طاح. ايه. تفضل تفضل وليدي تفضل. اقعد اقعد. واسمك وليدي؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، شحال في عمرك عبد الرؤوف؟ 7 سنين. 7 سنين. احكي لي نكته تاعك وليدي. كانوا واحد ربعة خاوة، قالوا لي هدر يطفي الضوء. ومن بعد والديهم جاوا، واحد طفل صغير راح عند والديه، ومن بعد قالوا له هو اللي يطفي الضوء. معليش. تفضل وليدي تفضل تفضل. شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي درك الحقنا الفقرة الرسائل، رسائلكم. إذا تاتا فيفي جبنا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي جابهم مقبلة شمس الدين ساعي البريد، أصغر ساعي بريد، باش عمو يزيد يقراهم هنا في البرنامج أحبائي. شكرا، تحية تحية لتاتا فيفي. إذن الرسالة الأولى، براس محمد 19 سنة من مدينة بشار، قالك السلام عليكم عمو يزيد، لقد أعجبت بالبرنامج، برنامج المفضل، وأريد أن ألتقي بك لكي أشكرك وأتمنى منك أن تحقق لي أمنيتي. يا لو كان غير مرة واحدة، هي أن تأتي إلى ولاية بشار، وأريد أن ألتقي بك لأدعيك إلى البيت. شكرا شكرا براس محمد وليدي 19 سنة، إن شاء الله نزوركم كما اليوم في مدينة بشار الجميلة الجميلة الجميلة. الرسالة المولية، قال لي رهام 13 سنة مدينة بشار كذلك، قلت لكم حصة رائعة يا عمو يزيد، شكرا أحب هذه الحصة، الله يجعل لك ولطاقم الحصة من ميزات الحسنات عند رب العالمين إن شاء الله. إذن قالي رهام 13 سنة مدينة بشار، ربي يحفظك يحفظك يحفظك. الرسالة الموالية، غضبان إبراهيم 7 سنوات مدينة المسيلة، قال لكم السلام عليكم، أنا إبراهيم غضبان، عمري 7 سنوات، أقيم في المسيلة، وعجبت بحصة عمو يزيد لأنها رائعة وممتعة. إذا غضبان إبراهيم 7 سنوات مدينة المسيلة، شكرا شكرا على المراسلة هذه الجميلة. شكرا. الرسالة الموالية، منيني ندى 12 سنة من مدينة ولاد فارس ولاية شلف، الله يبارك، تحيتنا. شكرا على الاستقبال عمو يزيد، احبك يا عمو يزيد. هذه مريني ندى، كانت مرت معنا في الحصه وبعثتنا رساله شكر. اذا من اولاد فارس، ربي يحفظك بنتي، وتحياتنا للاهل. شكرا. خيري ساره 12 سنه مدينه المشريه ولايه النعامه، السلام عمو يزيد، واش راك لاباس؟ أنا خيري سارة من مدينة المشرية بولاية النعامة، عندي 12 سنة، والله يا عمو يزيد صدقني يعجبوني الحلقات نتوعك بزاف بزاف بزاف، ونتمنى تجي عندنا، ونتمنى وإذا جيت يا عمو يزيد مرحبا بك في أسرع وقت، وشكرا عمو يزيد بزاف بزاف بزاف. شكرا سارة خيري بنتي من المشرية ولاية النعامة، يا سلام على ولاية النعامة الجنوب الجميل. إذن هذه الرسائل نحتفظ بهم هنا، ودركا الحقنا للجواب عن السؤال.
هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ شكون يعرفها؟ شكون يعرفها؟ تعال وليدي، تعال. واسمك وليدي؟ جواد خليف. جواد، وش هو هذا الحيوان؟ الفيل. الفيل، برافو. الفيل هو اللي يحك، اقعد معايا اقعد معايا، أذنه بأنفه. أعطيه الهدية تاعو الشاطر هذا. إذا جواد ولدي، عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفد بها. شكرا. العفو العفو وليدي، تفضل تفضل تفضل. أحبائي، في كل حصة نستضيف الطفل والطفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد تبعي إسلام. تعال وليدي، تعال تعال إسلام، حنا نغنوا الإسلام عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعو. يلا غنوا معايا الإسلام. هيا كمل 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 هكذا كمل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن إسلام وليدي، عمو يزيد يعطيك شهادة باسمك لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه باش يحتفظ بها كذكرى. إذن هذه ديالك وليدي. رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة، إن شاء الله تستفاد بها وليدي. وأنا ما بقى لي إلا أقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت. أحبائي نحبكم، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. الحصة تاع عمو يزيد، نحب عمو يزيد الأغاني تاعو والألغاز والحصة تاعو، نحب الحصة تاع عمو يزيد. جيت باش نشوف لمشاهدة أنشطة عمو يزيد. عجبني الحال كي نولي يعني يشوفوني والدي في التلفزيون ويفتخروا بيا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.